السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم معكم واحد الطاجين ديال الكفته والدنجال، كيجي روعه روعه روعه. بسم الله، غادي نبداو ان شاء الله. عندنا جوج دنجالات، انا هنا عندي جوج دنجالات، وداكشي كيبقى على حسب الافراد. غادي نقطعهم نحيدو المراس ديالهم. كناخذ انا هاد القطاعه هادي بحال هكا، يمكن لك تقطعيهم عادي بالموس، عادي تقطيع عادي. كنقطعهم بحال هكا شرائح. هنا ملي كنكملو التقطاع ديالهم كيجيو بحال هكا. كناخدو واحد المقلة كنسخنوها، كنديرو فيها الزيت وكنشويهم. هنا كندوزو باش نوجدو الكفته ديالنا. عندي انا نص كيلو ديال الكفته، كنديرو شويه ديال زيت العود، كناخد العطريه كندير معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال التحميره، عندي شويه ديال السودانيه ومعلقه صغيره ديال الملحه. كناخد القزبره ومعدنوس، كندير النص ونخلي النص لاني غنحتاجو في الصلصه. كنخلطوا ديك العطريه مزيان مع ديك الكفته اللي عندنا حتى كيتجانس الكل، وكندوزو نكوروها كويرات بحال هكا. ملي كنكملو داك التكوار ديال الكفته، كناخدو داك الدنجال ديالنا اللي شويناه في شويه ديال زيت العود ومليحه، وكنلويوه بحال هكا بهذه الطريقه هذه. كنعمروه بداخل من الكفته وكنحطوه على جنب. هنا ملي كملنا التعمار ديال الدنجال، كندوزو نوجدو لاصوص. انا هنا عندي 300 غرام ديال لاصوص واجده ديال القرعه. الا ما كانش عندكم تقدروا تاخذوا جوج مطيشات كبار تحكوهم حتى هما تستعملوهم. كندير جوج معالق ديال زيت العود، معلقه صغيره ديال الثومه، وكناخذ هذاك القزبر ومعدنوس اللي كانوا بقاو ليا من الكفته، كنزيدهم حتى هما. وكدير معهم واحد الضامه ديال البنه ديال الخضره، كنحركوها شويه وكنخلوها تقلى. هنا من دات واحد 5 دقائق على الصلصه تقلات، كنجيبو داك الملفوف ديال الكفته والدنجال كندو نستفوه بهذه الطريقه.
هنا كنزيد شويه تاع الزيتون الاخضر، وكيبقى اختيار بغيتي ديروه ديروه، ما ديروش ما ديروش، وكنخليو الطاجين ديالنا يطيب على هافيه متوسطه حتى ينضج ونحطوه. وهذا هو الطاجين ديالنا ملي كيوجد كيجي على هذا الشكل. كنتمنى على الله يعجبكم وجربوه، راه ما غاديش تندموا، كيجي لذيذ، المذاق ديال الدنجال المشوي كيجي روعه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.